اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اجمد طباخه في مصر. والنهارده طبعا احنا عارفين ان الاكل ده هو حياتنا، وعارفين ان هو بجد فيه حاجات جميله جدا احنا بنحبها، ولازم نذوق الطعم بقى الجميل من شفتين النهارده. المفروض يعني معانا طباخه جميله صوانطوطه، اسمك ايه؟ ناهد رماح. استاذه ناهد رماح منين؟ حدائق الاهرام. حدائق الاهرام. ومعانا الاستاذه ساندي. استاذه ساندي منين؟ انا من المعادي. من المعادي. بتدرسي ايه او مخلصه ايه؟ ماسكوم. ماسكوم. وحضرتك؟ فاشن، بشتغل فاشن ديزاينر. اهلا وسهلا بيك. على فكره عندي الصفحه بتاعتي، يعني ممكن اعمل لكم النهارده ستوري تجيب ان شاء الله لايكس كتير. اكيد طبعا. ثانك يو. ان شاء الله. طب النهارده طبعا انا شايف ان الاكل هيكون عباره عن سجق بلدي جميل. عايزين بقى نشوف الموضوع، يعني انا عايز ادوق الطعم. شكلك ما بتعرفيش تطبخي، هنشوف. انا هحاول يعني ان انا ابص عليكي، يمكن تكوني اشطر مني، اتعلم منك تراكس ولا حاجه. اوكي، هنشوف هنشوف. نبدا مع بعض. انا هحط الزيت بالظبط عشان يسخن. اوكي، اويل لو سمحتش. اوكي، هو يا شيف لو سمحتي، لو سمحتي، هو حبيبتي هم هيجيبوا لك حاجتك. لا لا، ما ينفعش تضربي بقى جنبي كده عشان انت فاهمه، قلت لك فهمتك. امشي امشي بسرعه بسرعه. اوه، طب بصي، خلاص خلاص، خدي خدي عشان انت ممكن ما تعرفيش تسويه كده. احط لك زيت هنا. ميرسي حبيبتي. اوكي، احنا هنا هنشوح البصل في الزيت كده. اوكي، وبعدين مش شايفه في فلفل اسود ولا حاجه يا جماعه؟ مفيش. اوكي، مش مشكله، مفيش فلفل اسود ولا ملح. هو انا عايز اسالك سؤال، هو انت شيف اصلا؟ يعني طبعا بجد مامي بجد. بقى احنا ننزل بالسجق بعد كده. عايز اسال شويه اسئله، عايز اسال شويه اسئله ناهد معايا. اتفضل. اشهر اكله الشعب المصري مشهور بيها ايه؟ الكشري طبعا، مش محتاجه يعني ذكاء، هي لسه صغيره ما تعرفش دي. يعني يعني اديها فرصه يا استاذه بعد اذنك، يعني مش نعم. لازم سريعا. نعم، اديها فرصه، اديها فرصه يعني. انا عايزه ملح وفلفل. حد عارف يا جماعه ايه هي لقمه القاضي؟ الزلابية. ناهد انت مش معانا ولا ايه؟ انا بقى هشوح كويس. انا بسال كده. بسال، عايزك تكسبي. مفيش ملح بقى. قول يا استاذ. انا معايا. ما هي رقم، ما هي جاوبت، قلت ايه هي لقمه. طيب ممكن. ايه هي اشهر اكله في البرازيل مثلا؟ احط ايه بدل البرازيل؟ البرازيل ممكن يبقى عندهم ايه، تاكو حاجه كده. برافو، بجد ده انا شطوره بقى. برافو. احنا شوحنا يا جماعه، حطينا الزيت وبعدين البصل. ايه هي يا جماعه اهم انواع البهارات؟ الكمون، فلفل اسود، والكمون، والكزبره. اخيرا. برافو يا ناهي، برافو حبيبتي. يعني ايوه، شوح 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 شوحي. خلي الميه جنبك، خليها جنبك، ممكن تحتاجيها بعد شويه. احنا بنشوح بقى كده وهنطلع فاصل وهنرجع تاني عشان ريحه الاكل بجد جوعتني. ما تاخديش حاجه من هنا تاني. الله الله الله، ايه بقى بسم الله ربنا برضه. اوه اوه يوه، بقولك عندي فانز ولو شافوكي بتعملي كده هيموتوكي.
ما بحبش العند خالص، ما بحبش العند خالص. لو سمحتي هنشوح كويس كده، كويس 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 كويس. تعملي ايه يا حبيبتي؟ ما خلاص اللي حصل حصل. طيب ماشي، من الزباله على الحله كده على طول. ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الحلاوه دي بس يا شيخ؟ انت مالك اصلا؟ ايه انت مالك اصلا؟ اشوح لك شويه؟ انت مالك اصلا؟ ولا اشلح لك شويه؟ انت مالك اصلا؟ بس اوعي كده يا ماما. اوعي اشوح لك شويه؟ اوعي. طيب خلاص خلي بالك، ده زيت في البلاستيك يا بنتي هتتلسع. يا نهار اسود على حياتنا. خلاص خلاص انا هعمله لك، حطيه. بصي اسمعي اسمعي، اهدي غلط هنولع. اسمعي بصي اسمعي، مين بترفعها واخدك كمان؟ بصي هنزل لك الزيت هنا. بصي اهو، بصي استنى، الزيت اهو اللي مضايقك اهو، والسجق اهو. اوعي كده، اوعي 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 اوعي، سيبي اوعي. سمعتي بقول لك سيبي اوعي. مش عايزه ابوظ كل يعني، عايزه اشيل اصلا اللي انا حطيته. الله يسامحك عشان هتولعي فيني.